فالحق حق ان يتبع. فانت بتكذب ليه على سيد عبد الحفيظ يا ولا؟ وبعدين لما تكذب كذب خليه مساوي، ما تخلوش منحكش. فانت عمال تكذب وتقول سيد عبد الحفيظ خصم لي 20%. القرار قرار مجلس الاداره مش قرار سيد. عند بادجي قرار سيد. وبعدين ايه؟ تقول ايه في موضوع بادجي؟ تقول انا قلت له مش هتقدر تخصم لي. في الواقعة دي قالوا ان خد الفلوس من الناس، وانا قلت لو ده حصل يبقى غلط. وانا قلتها معاكم هنا. فلما انت كلاعب لسه عندك 23 سنة وتتكلم بتطاول مع مدير الكورة في النادي الاهلي ايا كان اسمه او اسمه او رسمه او عنوانه او هو مين، وتقول له مش هتقدر تخصمني، لا عفوا يا كابتن رمضان، دي اسمها قلة ادب. ليه هقول لك قلة ادب؟ انا حضرت موقف بين الكابتن حسن حمدي وكابتن عصام عبد المنعم. كان الكابتن عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكورة، وكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي ومدير الاعلانات في وكالة الاهرام وعضو مجلس ادارة في الاهرام، وكنا في مكتب كابتن عصام عبد المنعم في الاهرام. فكابتن حسن جال وبيتكلم، فبيقول له يا كابتن عصام كذا ويا كابتن عصام كذا ويا كابتن عصام كذا، والكابتن عصام بيكلمه فبيقول له يا حسن، بيقول له يا حسن. فمشي الكابتن حسن عمي، فانا من عاشر مع كابتن عصام، قلت له يا كابتن يعني ده رئيس النادي الاهلي، هو عمال يقول لك يا كابتن يا كابتن يا كابتن، وانت عمال تقول له يا حسن يا حسن يا حسن. قال لي ان انا الكابتن بتاعه. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا الكابتن بتاعه، ده عرف، انا اقول له يا حسن ويقول لي يا كابتن. وعندنا في النادي الاهلي بنحترم هذه التقاليد، فما ينفعش واحد يبقى انا يعني اقدم منه واجي اقول له يا كابتن، ولو اقولها له يبقى كابتن، لكن هو حسن بالنسبه لي. قال لي طب لو انا في مكتبه بعامله كبقى مسؤول في الاهرام وقدام الناس تقديرا وادبيا بقول له يا كابتن حسن، لكن بيننا وبين بعض لا، انا الكابتن وهو حسن وهو رئيس النادي الاهلي. وقلت له طب قدام الناس؟ قال لي قدام الناس لازم اراعي الادبيات رغم انه اصغر مني وانا اللي كابتنه، اقول له برضو يا كابتن حسن، لكن لو قاعدين بتوع كوره اقول له يا حسن. لكن انت بقى لما تيجي تتجاوز في حق كابتن 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 كابتنك كابتن سيد عبد الحفيظ وتقول مش عارف ايه، ما يصحش يا ما يصحش يا حبيبي. الادب فضلوه عن العلم وفضلوه عن الفلوس وفضلوه عن كل حاجه. الادب ده الف ب. فهنا انت برضو يعني عليك واحد، يبقى عليك واحد في الكتب بتاع 20%، عليك واحد في ان انا قلت انك انت قلت له مش هتقدر تخصم لي، وهذا ينم عن جهل شديد بالنسبه لك وعن عفياجه وبلطجه. ما تزعلش مني يا رمضان، انا بقول لك الحقيقه يا ابني عشان تعدل سلوكياتك، لانك انت لاعب بتمتلك موهبه كبيره، ممكن المنتخب يستفيد منك، ممكن انت تفيد نفسك بيها وتعمل فلوس كمان وكمان وكمان، ممكن تروح لنادي كبير ما تعرفش بكره فيه ايه، لكن مش ترجع الاهلي تاني. انت لما جيت تقول وارد ارجع الاهلي، انسى الخروج من النادي الاهلي لا سهل، لكن العوده له مستحيله. ليه؟ وده ما بيبقاش قرار الادارات، بيبقى قرار الجماهير العظيم. اللي باعنا خسر دلعنا، اللي باعنا خسر دلعنا، ان شاء الله يا رب تكون انت يعني نجم العالم، اللي باعنا خسر دلعنا. ماشي؟ فده موضوع. الموضوع الثاني، طيب الموضوع الثالث، يقول لك الاهلي المسؤولين في الاهلي ما كانش عندهم حرص ان هم يخلصوني. طيب ويجي يقول لك ثاني ايه؟ وانا كنت متمسك بالاحتراف، وانت مين فيهم يا ابني؟ وانت كنت متمسك بالاحتراف ولا هو ما خلصكش؟ ويجي يقول تالت، ويجي يقول تالت ايه بقى؟ ده انا رحت للكابتن الخطيب في بيته وقال له عايزين نطمن على مستقبلك وانت عاوز ايه ومش عاوز ايه وكلام من في اليوم ده. قال له ايه وانا تابعت هنا في الفيديوهات؟ قال له لو انت متمسك بالاحتراف انا وسهلا، عاوز النادي الاهلي انا وسهلا. قال له خلاص اولويه يا كابتن، لو ما جاليش حاجه بره انا في الاهلي. طب ايه اللي يرضيك يا ابني؟ اللي تشوفه يا كابتن. قال له طب 1 2 3 4 في حضور وكيله نادر شوقي وناصر. مع ان يقول لك على نادر شوقي ده ما جابليش عروض، ويا ابني كان في كوره عشان يجيب لك عروض. وبعدين هو انت كنت لعبت مثلا فين؟ ده انت ما لعبتش في الشامبيون شيب حتى في انجلترا.
ده انت رحت هناك في ستوك سيتي باوج لادريسفيلد وفي كل ده ما شمتهاش. ده تريزيجيه في اول سنه بريمير ليج السنه اللي فاتت كسر الدنيا. لازم تصفي النيه، لازم تصفي النيه عشان ربنا يكرمك ويوفقك. اداك موهبه بس ممكن تضيع، وعندك شيكابالا النموذج. شيكابالا كان يلعب في برشلونه مش في الزمالك. شيكابالا كان يلعب في اعظم انديه العالم، لكن الدماغ والثقافه جابته ورا، جابته ورا. بكلمك بامانه. فانت ما تجيش تكذب، ما تجيش تكذب وتقول الاهلي ما خلصنيش، ولو كان عاوز يخلصني كان خلصني زي ما خلص غيره اللي هو مين؟ حسين الشحات. طب ما انت يا ابني كذاب برضو في الجزئيه دي يا رمضان، ما تزعلش مني يا رمضان. مش انا مش بقولك انت كذاب ونقاشر ومش بساويك بمرتضى، لكن انت درجه ادنى بتكذب، بتكذب على الهوى. ليه يا ابني؟ انت بتقول لو كانوا عاوزين يخلصوني كانوا خلصوني. طب ما هم خلصوك يا دي يا نادلي، يا لو انت اللي رجعت في كلامك. مش خلصوك يا لا، مش جالك امير توفيق قال لك يا رمضان جت الموافقه على شرائك وكذا 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 وكذا؟ قلت له ايه؟ واحنا خلصنا مع هيدرسفيلد 3250 الف استرليني. ايه اللي حصل؟ جرى ايه؟ لا مش عارف ايه، انا عندي عروض ثانيه. عندك عروض؟ قال لك بيراميدز. هو دي العروض اللي عندك؟ هي دي العروض اللي عندك يا ابني؟ خلي بالك صدقك او كذبك بيوصل لاحساس الناس، صدقك او كذبك بيوصل عن قلوب الناس. اوعى تفهم ان الامه تجتمع على باطل، ده قياس لان الناس تحب او تكره على باطل او على حق. فالناس تلاقيها بتحب على حق وبتكره على حق. الناس بتحب فلان لانها بتحس بصدقه وامانته واخلاصه واجتهاده، وبتكره فلان لانه قليل ادب وعديم التربيه وما ترباش وبؤذي للناس وهكذا. والنعمه في الحب، ومن حبه ربه حبب فيه خلق. مش المثل بيقول كده؟ طب والحديث بيقول لك ايه؟ فيما معناه إذا أحب الله عبدا نادى في ملائكته يا ملائكتي إني أحب عبدي فأحبه ويضع حبه في قلوب الناس. فما ينفعش يا ابني تكذب على الشاشة وتنتظر الحب خالص. ما ينفعش تفتري على ناس مسؤولة وتظلمها وتنتظر التوفيق. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش يا بابا. هو الأهلي ما خلصكش؟ ما الأهلي هو أمير توفيق ده مش مدير تعاقدات؟ انت بتدي حق للناس انه كان بيسرب لشوبير؟ مش صحيح. امير توفيق جلده في المعلومات. ده انا مخلص، ده انا موثق في موسيماني وقبلها بيوم بيضللني. ما بيطلعش معلومه، دي شغلته انه ما يطلعش معلومه، وشغلتها ان انا اجيب معلومه. اجمع بقى حاجه منه، اجمع حاجه من غيره، اجيب من الثاني، اخلي ناس اصحاب الكابتن الخطيب يجيبوا لي المعلومه، ناس اصحاب امير، اشوف نسايبه، اشوف قرايبه، ولا تعرف. هو احنا يا ابني بنجيب معلوماتنا من المرتضى منين؟ ما هم اللي حواليه. هو احنا اتصالاتنا انقطعت بالمجلس عمرها وباقرب المقربين لمرتضى. فانت ما تكذبش وتفتري على الناس. الاهلي خلصك وانت اللي رفضت. والاهلي لو ما خلصكش كنت تقول ما خلصكش. طب انا عاوز اقول لك حاجه، انت صفقه فاشله للنادي الاهلي في السنه ونص اللي انت جيتها. عملت ايه للنادي الاهلي؟ اول ست اشهر كنت صاحب الكوره وكنت بقول كده وانت في الاهلي مع الشاشه هنا، كنت بقول لصاحب الكوره ما بيعملش حاجه. ولما بقيت كويس كنت ابدعت فين؟ في بدايه الموسم مع فايلر، ثم رحت المنتخب الاولمبي، ثم اصبت ودخلنا في الكورونا. فانت ما قفتش الاهلي في شيء. جات لك فلوس ثانيه عاوز تمشي مع الف سلام. لكن لا تظلم، لا تفتري، لا تكذب. هو ده الموضوع. الموضوع عندك انت وشريف اكرام وكل يا ابني. خلي بالك الناس بتفهم، انت بالنسبه لنا عيل صغير. ايه 23 سنه يعني؟ ده احنا نلفك ونحطك في جيب الساعه. فباين كذبك، باين ما انا اتفرج عليك واتفرج على شريف مع هنا حتحوت اقول عليك كذاب، واقول على شريف ذكي.
فما ينفعش تكذب يا ابني، ما ينفعش تكذب يا حبيبي، ولا ينفع تفتري على الناس يا بابا، ولا ينفع تيجي تقول الاهلي ما خلصنيش. هو انت مين اصلا؟ انت كلاعب كره موهوب، لكن انت جاي تلعب دور سياسي في تقليب الناس على الاداره. من الناس متابعه يا ابني؟ هو انت فاهم ان السيد حافظ هيرد عليك؟ السيد حافظ مش محتاج يرد عليك خالص. احمد فتحي وافعاله لما نحطها كده احمد فتحي ابيض وراجل، ولما نحطك انت كده ندل ومش راجل. احمد فتحي لعب ببلاش، انت باليوم والساعه والثانيه انا مش عارف ايه يا حبيبي سبتهم. ده انت لو طالع معايا انا، ده انا كنت قلعتك ملطة على الهوا اسئله واحراجك. فانت طالع مع الاستاذ عمرو اديب الزملكاوي والاعلام الكبير، فبيواخدك بالحنين، خاصه وان هم بقالهم شهرين ثلاثه معاك في الموضوع ده وعايزين يجيبوك، وانت كنت رايح مع مهيب. ده انت لو مع مهيب كان برضو ادالك كم واحده مقص كده، لكن الاستاذ عمرو مش عاوز يديك مقصات، عايز الامور تعدي. وفي الاخر قال لك ايه؟ رمضان رايح للفلوس، رمضان بيحب الفلوس. من حقك يا ابني تحب الفلوس، بس خلي بالك من حاجه، والله الرساله دي حلوه. واحد مسمي نفسه صابر وراضي بيفكرني بقول سيدنا علي: اطلبوا الخير من بطون شبعت ثم جاعت فان الخير فيها، ولا تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت فان الشح فيها. ما تجيش تدينا درس انت في الاخلاق وانت عينك على الفلوس وبس. هو انت فتوى رايح تضرب بادجي يا ولا؟ وانت بلطجي ومدير الكره خد قرار تقول مش تقدر تقسم لي؟ طب وانت بتقول الاهلي ما خلصنيش؟ ده ليله ما انت مضيت كابتن محمود الخطيب اتصل بكوكي، كابتن شريف اكرام، كابتن اكرام الكبير ربنا يديله الصحه والعافيه، قال له يا كوكي بيقولوا لي ان هو ان رمضان مضى في بيراميدز. قال له انسى يا بيه، مفيش كلام من انت، طعم لك ومش لحد تاني. تك قفل. تاني يوم كان الخطيب عارف من قبلها بليله وعارف التفاصيل لما امير توفيق بيقول له كذا قال له اعلن، قال له النهارده افتتاح الاستاد وبتاع وكلام من ده، قال له اعلن ما يفرقش ولا يفرق. احنا النادي الاهلي اللي يمشي من عندنا هو اللي خسران. ليه النادي الاهلي كده؟ هل عشان النادي الاهلي راسه ريشه؟ على راسه ريشه؟ لا، لان جماهيره عظيمه ومحترمه تقدر من يقدرها. وتعرف ابسط حاجه يا ابني؟ خسرت انت 10 مليون في اسبوع، عقد فودافون وعقد تايجر الاعلاني. هتاخد فلوس من بيراميدز؟ خد فلوس، بس انت كنت بتقول رايح للطموح والبطولات. فين البطولات يا بابا؟ فين البطولات يا حبيب قلبي؟ هل انت شايف ان فرقه دلوقتي هذا الموسم مع ممدوح عيد بانيه كل اساسها على انها تخطف نجوم النادي الاهلي، الفرقة دي تبقى محبوبة في المنافسات؟ الجمهور يشجعها أو يساندها؟ يا عم مش هكلم كابتن فتحي وحافظ زمانه في التدريب، مش عاوز أزعجه. ما بحبش أكلم، يعني ما بحبش آخد حاجة غير لما أبقى متفق، فممكن أكلمه ومش عاوز أحرجه في الموضوع ده، لأن سيد عبد الحفيظ أكبر من ده مليون مرة. سيد عبد الحفيظ راجل محترم متربي ابن ناس، يعرف ربنا بمعنى كلمة يعرف ربنا، ما بيكذبش. يعني لو بسأله في معلومة يا حاج أبو المعاطي بقى خلاص مش هتكلم في الحاجات دي، يهرب، لكن ما يكذبش. يكذب ليه؟ إيه اللي يجبره إنه يكذب؟ محدش يجبره إنه يكذب. لكن رمضان امبارح في حواره بصراحة كذب كتير جدا جدا جدا. بعدين نفسه رمضان اللي جابوا له حوار مع كابتن شوبير، مش عارف أنا حاطط شوبير في دماغه ليه؟ يقول لك كل اللي كنت بقوله مع امير توفيق بيطلع بالليل. ايه الموضوع يعني؟ هو انت ايه شوبير يعني؟ انت حاطط شوبير في دماغك ليه يعني؟ هو شوبير اللي قال لك روح للفلوس؟ بالعكس، شوبير ادى في هذه القضيه قام بدوره المهني. لا شفت منحاز معاك ولا شفت منحاز للاهلي، حق ربنا كان بينقل معلوماته بس. ويبقى ان كابتن شوبير قيمه اعلاميه كبيره، تتفق تختلف على افعاله وعلى تصرفاته، قيمة إعلامية كبيرة وشاطر، معاه فريق عمل متميز وناجح
بياخد اخبار من اوكل ابو المعاط، تقولش خدتها من اوكل ابو المعاط، بس مش مهم، بهزر انا معاه وداعبه واخر الليل نحكي مع بعض عادي. طبعا 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 اعلامي كبير. فلما تيجي انت تقول مش هلعب في الاسيوطي سابقا قبل كده، ما رحت لعبت ليه؟ قال طب وقتها لما انا قلت انك بتتسول اللعب للاسيوطي في وجود معانا الشاطر تركي الشيخ ونفسك تلعب في الاسيوطي او بيراميدز ووسطت ناس عشان تلعب في بيراميدز، هو في ايه؟ فالفكره ما ينفعش يا حبيبي. وبعدين عاوز اقول لك على حاجه ثانيه، يا مرضان مش انت يا رمضان اللي طلع المهندس محمود طاهر في الحلقه الشهيره ليا انا ومحمد عماره وعصام شلتوت مع الاعلام الكبير الاستاذ وائل الابراشي في دريم، طلع قال لوى دراع النادي عشان يحترف؟ وده كان الخطيب برضو. انا متعاطف مع حسام عاشور، لكن مش معاك انت مش متعاطف خالص. ليه؟ لانك بتكذب كما تتنفس. فعش تكذب يا ابن على الرأي العام، ولا ينفع تغلط في اللي ربوك في النادي الاهلي، ما ينفعش تغمز وتلمز على نجم بحجم الكابتن محمود الخطيب ولا تتطول عليه. يا بابا انت فين وهو فين؟ انت فين وهو فين يا ابني؟ عيب يا ابني، معلموك كده؟ ربوك على كده؟ تبقى تربية ناقص لو ربوك على كده. فانت كذاب لما قلت 20% دي كذاب، لما قلت ما خلص لما لو كانوا عايزين يخلصوني كانوا خلصوني زي ما خلصوا غيري كذاب. والاهلي صاحب فضل عليك وعلى اهلك وعلى عيلتك وعلى كل جيرانك وعلى جوازتك وعلى كل حاجه. ليه صاحب فضل عليك؟ لان ده الطبيعي، مربيك ومعلمك. ممكن عيل يبقى يطلع عاق او عنده شراهه ماليه او يخون ويغدر بالنادي وبجمهوره، وارد، لكن ما ينفعش تحاول تسيء لناس محترمه ولا تكذب عليهم. والجمهور ما بيحبكش دلوقتي، فانت بتستعد الجمهور على الخطيب وسيد عبد الحفيظ؟ الخيبه اللي انت فيها دي وعلى شوبير؟ الخيبه دي يا ابني، ما احمد حجازي اهوت وراح اتحاد جده والجمهور بيحبه وبيقدره كل حاجه، ما احمد فتحي لعب ببلاش وبيتمنى يكمل، لكن في الاخر مشي والجمهور بيحبه ويشتغل اعلانات ويقبض. لكن انت ايه اللي حصل لك؟ فسخوا معاك عقد عقود الاعلانات. ليه؟ لان جمهور الاهلي كرهك، فاللي طلعك وحفظك امبارح غرقك.